اتفضلي أنا مدام، بس اتفضلي. عاوزة أزود حاجة على اللي قاله الدكتور هاني سري الدين بخصوص الموافقات الأمنية والتوقيتات وهكذا. إزاي أقدر إن أنا أسرع الحاجة؟ الفكرة إن إحنا دلوقتي في قانون بيناقش اللي هو قانون الاستحواذ الاحتكار ومنع الاحتكار، منافسة ومنع الاحتكار، والتخوف في الوقت الحالي إن القانون ده هو إحنا طالعين من موجة من إن في شركات كتير بتفلس وفي شركات كتير في حالة يعني صعبة، وبالتالي المتوقع إن أي انفستمنت بانكر هنشوف كتير من الاندماجات والاستحواذات وزيادة رؤوس الأموال اللي اتكلم عليها، وبالتالي إحنا مش عاوزين another layer من التعقيدات في التوقيتات، وبالذات إن دي هتبقى يعني الحقيقة فيها تخوفات. فياريت برضو إن هذا القانون يعرض عليكم، لأن إحنا شفناه أنا في مجلس النواب، والحقيقة كان already في reservations كتيرة من مجلس الشيوخ قبلها. فياريت برضو دي بالحاجات اللي هي نحطها في الاعتبار في التوقيت الحالي اتليست، لان احنا لما بنتكلم على اسواق الاجنبيه عملت كده او سوت كده، دي بتبقى حصل ماتيوريتي جامده قوي قبل ما توصل اللي احنا بنتكلم فيه. فبس بحطها امام حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك.